استاذ محمد من بني سويف اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك الله يخليك. نبقى حضرتك دلوقتي انا حصل معايا زي نظام طلقتين، عاوز اتاكد منهم هم الطلقتين دول نفذوا ولا لا، واعمل ايه في حاله نفاذ الطلقه الثانيه؟ يعني الطلقه لو هي حصلت من كان هي بالليل كده وطالبه طلب مني انا مش قادر عليه خالص، فضلت تضغط عليا لحد ما طلعت مني كلمتين في طلق. يعني معلش معلش يا سيد محمد، انت عندك اي طلقات موثقه؟ لا موثق لا خالص خالص. طب انت تلفظت باي حاجه ليها علاقه بالطلاق في حياتك كلها كم مره؟ مهم المرتين دول. طيب هل في اي شكل من اشكال، ما احنا دلوقتي اللي انا بفهمكم احنا بنعمل ايه في الجلسات التحقق في الطلاق، هل حصل اي نوع من انواع الخلع او اي شيء من ده؟ لا ما حصلش. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا اللي انت بتكلمني عني ان انت طول الوقت عندك طلقات لفظيه صح؟ تمام تمام. كم مره حصل تلفظ باي حاجه ليها علاقه بالطلاق؟ هم المرتين دول بس، مفيش اي حاجه تانية خلو؟ لا 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 خالص. فاكر التاريخ الاولاني كان امتى؟ يعني ما بين تقريبا هي المدام فاكره. انت متجوز من امتى؟ المدام فاكره يعني مفيش من حوالي شهرين كده مثلا او ثلاثه. فانت متجوز من شهرين وتلفظت؟ لا انا متجوز بقالي، انا متجوز انا عندي 64 سنه. كويس، متجوز من امتى؟ من 97. حصل في تاريخك ده حاجه قبل المرتين عليا الطلاق تكون طلاق؟ لا 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 خالص. لا فاحنا دلوقتي لا لا. فاحنا دلوقتي من شهرين بس حصل اللفظين بتوع الطلاق دول. ايوه تمام تمام. طب اول مره ايه اللي حصل؟ قلت ايه فيه؟ كان المدام ضغطت عليا في حاجه كده عايزاها مني وانا مش قادر عليها، مش قادر مش قادر، لا لازم لا لازم لازم، راحت طلعت مني كلمه انت طالق. يعني ايه طلعت منك؟ كنت قصد انت بتتلفظ كنت منتبه ولا من الضغط؟ ضغط ضغطها بالكلام عليا. فايه اللي حصل؟ طلعت منك. طلعت منك كلمه كنت طلعت مني كلمه تلفظت بيها ليه؟ انا انضغطت من الطلب بتاعها، مش عاد مش قادر على الطلب ده. يعني انت شوفوا احنا بنعمل ايه، يعني شوف شوف يا سيد محمد احنا بنعمل ايه. حتى وانا سامعك وعارف انت بتقول ايه، لازم اسالك مره تانية واقول لك يعني انت ساعه ما تلفظت باللفظ ده انت ما كانش في دماغك خالص الطلاق، ولكن اللفظ لا ما كانش في دماغي، كانش في دماغي. كنت تقدر تمنع نفسك لما انك تتلفظ بالطلاق ولا اللفظ سبقك؟ لا اللفظ سبقني صراحه يعني. طيب دي اول مره. تاني مره ورديتها بعدها بكام ساعه يعني كده، بساعتين ثلاثه كده بغض النظر. عملت ايه تاني مره بقى؟ المره الثانيه ديت بقت يعني برضه يعني زي كان في مشاكل كده بيني وبين المدام، فبلت دي من امتى دي؟ ديت بقى لها اسبوع تقريبا. هنول طيب ماشي. ايه بقى قلت بعد ايه؟ تضغط برضه عليا بالكلام وبتاع والحديث، المهم طلعني ما طلعنيش، المهم قالت لي ايه؟ قلت لها طيب من ضغطها بالكلام، قلت لها طب اكتبي لي ابريني من مستحقاتك وانا هطلقك. راحت كتبت لي ورا ان يعني ايه برياني من ذمتها وقالت لي يلا بقى انت بقى، قلت لها روحي يا صاحبي انت طالعه. طيب فايه بقى؟ بس بعد كده ضغطي بعدها بكم ساعه رجعت نفسي قلت ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ما كانش المفروض يحصل. فجيت كلمتها قلت لها ما كانش المفروض يحصل الكلام ده في الوقت ده. لا انت تعمل ايه بقى يا سيد محمد؟ هتجيب لنا بقى الورق اللي هي كتبتها وتجيبوا انتوا الاثنين على دار الافتاء المصريه. ليه بقى؟ عشان نشوف الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ عشان انت دلوقتي بتقول لي انا رجعتها بعد كده. لا مش هينفع غير لما نشوف الورقه ونسمع شويه تفاصيل منكم، لان اذا كان ده فيبقى دوت، اذا كان ده طلاق على الابراء فهي ابرتك فانت طلقتها على الابراء ده ليه حكم، واذا كان الطلاق ده طلاق منك بس انت كنت بتقول لها الكلام ده عشان تمنعها من ان هي تطلب الطلاق ده محتاجه تحقيقه عندنا، فتعالى على دار الافتاء المصريه عشان نحقق مع حضرتك في الموضوع ده.